بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، وهو الدرس الثاني في الفصل الثالث وبعنوان طرح الصفر وطرح الكل. فكرة الدرس هي أطرح الصفر من عدد أو أطرح عددا من نفسه، أي من نفس العدد. أولا في هذا المثال التوضيحي يمكن أن أجد الفرق بين عددين بالطرح. عندما أريد أن أجد الفرق بين عددين أقوم باستخدام الطرح. أولا أجد عدد الضفادع التي بقيت. هنا كانت 5 ضفادع على هذه الورقة في الماء، و قامت هذه الضفادع كلها أو جميع هذه الضفادع 5 بالقفز إلى الماء. إذن ما يتبقى على هذه الورقة هو 0. إذن عندما نقوم بطرح العدد من نفسه، عندما أطرح العدد ويكون العدد المطروح والمطروح منه هو نفس العدد، يكون الناتج 0. إذن إذا كان المطروح منه نفس المطروح يكون الناتج 0. إذن لم يبقى أي ضفدع على هذه الورقة. وفي المثال الثاني هنا لدينا 5 ضفادع على الورقة، ونقوم بطرح منها 0، أي أنه لا يوجد ضفدعة واحدة، لا يوجد أي ضفدعة منهم قد قفزت إلى الماء. إذن إذا قمنا بطرح الصفر من أي عدد يكون الناتج هو نفس العدد المطروح منه. إذن الصفر لا يؤثر على ناتج الطرح المطروح منه، لا يؤثر فيه، لا نقوم بحذف أي عدد منه. هنا 5 بقيت كما هي في ناتج الطرح. إذن عندما أقوم بطرح الصفر من أي عدد يكون الناتج هو نفس العدد المطروح منه، أي العدد الكبير الذي يأتي أولا. أما إذا كان العدد المطروح منه نفس العدد المطروح يكون الناتج 0. هذا هو المثال التوضيحي، ونبدأ الآن باستخدام أتأكد لنثبت هذه المعلومة. لدينا هنا 3، نقوم بطرح 3 منها، المطروح نفس المطروح منه يكون الناتج 0. هنا في المثال الثاني 2، نقوم بطرح 0 منها أي لا شيء، يكون الناتج 2. هنا 6، نقوم بطرح 6 منها، عندما يكون المطروح نفس المطروح منه يكون الناتج 0. أحسنتم يا أبطال. هنا 3 أيضا، نطرح منها 0 يكون الناتج 3. وبعد ذلك 2، نطرح منها 2 يكون الناتج 0. أحسنتم. هنا 6، نطرح منها 0 يكون الناتج 6. بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الرابع، وهو 9، نطرح منها 0 يكون الناتج 9. أحسنتم. وهنا 9، نقوم بطرح منها 9 يكون الناتج 0. أحسنتم يا أبطال. 4، نقوم بطرح 4 منها يكون الناتج، أحسنت يا بطل، 0. أما هنا 4، نقوم بطرح 0 منها يكون الناتج 4. أحسنتم أيضا. هنا 7، نقوم بطرح 7 منها ليكون الناتج 0. أحسنتم. إذن بعد ذلك نقوم بطرح 7 0، نطرحها من 7 يكون الناتج 7. بعد ذلك أتحدث كيف أعرف أن 8 ناقص 8 يكون الناتج 0، وأن 8 ناقص 0 يكون الناتج 8. نعرف ذلك يا أبطال عندما يكون المطروح منه نفس العدد المطروح يكون الناتج 0، وذلك لأن نفس العدد نقوم بطرحه من نفس العدد، أي أن القيمة متساوية، إذن يكون الناتج 0. وعندما يكون العدد الكبير نطرح منه 0، وصفر يعني لا شيء في هذه المسألة، فيكون الناتج هو 8، تكون كما هي أيضا. ف
فذلك لا يؤثر على المطروح منه في شيء، لأن الصفر يعني لا شيء أخذ من المطروح منه، أي أنه عند الطرح العدد من نفسه يكون الباقي صفر، وعند طرح الصفر من العدد يتبقى العدد كله. انتقل بعد ذلك إلى أتدرب، وهنا في أتدرب يقول: عندما أتذكر، عندما أطرح الصفر من أي عدد فإن ناتج الطرح هو العدد نفسه. إذن نقوم بعد ذلك الانتقال إلى المسألة رقم 8-9، نطرح منها 3. نقوم كما تعودنا أو كما عرفنا في العد التنازلي، باستخدام العد التنازلي نقوم بالنزول 3 أرقام من 9، بعد قبل 9 8، وبعد قبلها 7، وقبلها 6. إذن يكون الناتج 6، يكون الناتج هنا 6. أما هنا في المثال التالي 8 نطرح منها 1، نقوم بالعد التنازلي من 8 نقوم بنزول 1، يكون الناتج 7 كما تعلمنا في العد التنازلي. وهنا 8 نقوم بطرح 3 منها، نقوم بالعد التنازلي من 8 نقوم بنزول 7، وبعد ذلك 6، وبعد ذلك 5، إذن يكون الناتج 5. هنا 4 نقوم بطرح 4 منها، هنا تلاحظون يا أبنائي أن المطروح منه نفس قيمة المطروح، إذن يكون الناتج 0. أحسنتم يا أبطال. هنا 7 نقوم بطرح 3 منها، نقوم بالنزول من 7 3 مرات، 6 وبعد ذلك 5 وبعد ذلك 4، إذن يكون الناتج 4. هنا في المثال التالي 3 نقوم بطرح 1 منها، نقوم بالنزول مرة واحدة من 3 إلى قبلها، هو الناتج 2. وهنا في المثال 14 8 نقوم بطرح 8 منها، المطروح نفس المطروح منه، إذن يكون الناتج 0. هنا 6 نقوم بطرح الصفر منها، أي لا شيء نقوم بأخذه من 6، إذن تظل 6 كما هي، يكون الناتج 6. و5 نقوم بطرح 5 منها، المطروح نفس المطروح منه، إذن يكون الناتج 0. وهنا 9 نقوم بطرح 1 منها، نقوم بالعد التنازلي من 9، نقوم بالنزول مرة واحدة، إذن نقوم بالنزول إلى 8، يكون الناتج 8. ننتقل بعد ذلك إلى المثال التالي، وهو المثال رقم 18، وهو 3 نطرح منها 2، نقوم بالنزول 3 مرتين ليكون الناتج 1، يكون الناتج 1. هنا 1 نطرح منه 1، إذن المطروح منه نفس المطروح، يكون الناتج 0 كما تعلمنا. هنا 8 في المثال التالي، 8 نقوم بطرح 0 منها، أي لا شيء نأخذه من 8، إذن يكون الناتج هو 8. أيضا 5 نقوم بطرح 0 منها، إذن يكون الناتج 5. أحسنتم يا أبطال، هو درس سهل وبسيط. بعد ذلك ننتقل إلى مسائل مهارات التفكير العليا مع سعيد 12 خرزة، أضاع بعضا منها وبقي معه 7 خرزات، وأحوط جملة الطرح التي تبين عدد الخرزات التي أضاعها سعيد. هنا أعطانا جملتين، الجملة الأولى هي 12 والعدد التالي مطروح منه المطروح مجهول الذي يأتي بعد علامة الناقص، مجهول لا نعرفه، والناتج 7. هنا هو ما تبقى معه، تبقى معه 7 خرزات، ونحن نريد أن نعرف العدد الذي ضاع منه من الخرزات، عدد الخرزات التي ضاعت منه. إذن هذا الناتج لا يدل على عدد الخرزات التي ضاعت منه، إذن ليست هذه الجملة هي الجملة المطلوبة. إذن الجملة التالية 12 نقوم بطرح 7 خرزات التي تبقت معه ليكون لنا أو لتظهر لنا إذن الخرزات التي ضاعت منه، وهي 5. إذن جملة الطرح الصحيحة هي 12 ناقص 7، يكون الناتج 5. عندما نقوم بطرح 7 من 12 يكون الناتج 5. إذن كم خرزة أضاعها سعيد؟ إذن هي 5 خرزات. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.